شهر مضى منذ تعرض المركز الثقافي للطلاب المكفوفين بجامعة صنعاء للسرقة للمرة الثالثة على التوالي، فكونهم مكفوفين لم يشفع لهم، بل كان هذا سبباً شجع اللص على الاستقواء عليهم. أجهزة ومقتنيات قدرت قيمتها بمليون وثمانمائة ألف ريال هي ما تمت سرقتها، ولم تكن هذه المقتنيات التي حصل عليها المكفوفون بصعوبة كتبرعات من منظمات وفاعلي خير وحدها ما خسروه، فاللص تجرأ على سلبهم الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم لاستكمال تعليمهم الجامعي، فأصبح المركز عاجزاً عن تقديم أي خدمة للطلاب، وأحيلهم بفعلته إلى فاقدي الحيلة إلا من وقفات احتجاجية مطالبة بضبط الجناة ومحاسبتهم وإعادة المسروقات وجبر الضرر الذي لحق بالمركز ورد الاعتبار لهم. في إطار حملة حقوقية نظمت تحت عنوان أعيد حقي، أعلن عنها الطلاب بعد تخاذل السلطات في العاصمة تجاههم، خصوصا وأن للقضية ملابسات أثارت شكوك الجميع، فاللص بحسب القائمين على الحملة ألقي القبض عليه متلبسا وأفرج عنه بعد ذلك ليكرر فعلته. كما أكدوا أن اللص تجاوز بوابة المكتبة المركزية التي يقع المركز فيها بكل سهولة وصولا للمركز الذي كسر بابه وعبث بمحتوياته، فهل ستكون لهتافاتهم جدوى عندما انصمت آذانهم طيلة هذه الفترة؟